مصر اللي طلعت من القرية أم كلثوم واللي طلعت من المدينة عبد الوهاب بتطلع لنا محمد رفعت وبتطلع لنا الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. ولذلك كان من افتتح الإذاعة المصرية مع الشيخ رفعت أو بعد الشيخ رفعت بشوية مع الشيخ رفعت مع الشيخ رفعت. نعم الشيخ عبد الفتاح الشعشعي في هذا المجال من ناحية الأداء بقى، من ناحية الحفظ، من ناحية أحكام التلاوة، من ناحية القراءات، ده عبارة عن ركن من أركان التلاوة في مصر. هو طبعا من قرية اسمها الشعشاعة، لكن الحقيقة إن عبد الفتاح الشعشعي كان يتمنى دائما أن يكون له ابن مقرئ، فحفظ إبراهيم ابنه القرآن. وإبراهيم فعلا طلع مقرئ. لما طلع مقرئ الناس مش ناسية الأب عبد الفتاح، راحوا قدموا بقى مين المقارنة بين إبراهيم وبين عبد الفتاح. كل ما يسمعوا جملة، كل ما يسمعوا آية، لا الأب عبد الفتاح الشعشاعي، الله يرحمك يا شيخ عبد الفتاح، فينك يا شيخ عبد الفتاح، في الشيخ إبراهيم. فجه مقارنة بين إبراهيم ابن عبد الفتاح وأبيه. إحنا بنسمي الكلام ده وإحنا بنأرخ التاريخ نسميه إيه؟ إن الشيخ إبراهيم اتظلم. طبعا الشيخ إبراهيم كفاءة عالية جدا، لكن بمقارنته مع واحد أسطين من الأساطين كده هو طبعا اللي هو الشيخ عبد الفتاح مصور القرآن، لازم طبعا هيتظلم. نعم. بالمقارنة يعني.